البارانويا هذا الاضطراب النفسي الذي يجمع ما بين مشاعر ومعتقدات الاضطهاد والارتياب وبين جنون العظمة والقلق والخوف من الآخرين، قد يكون في نهاية المطاف المآل للمصاب به إذا لم يتم علاجه هو ارتكاب جرائم قتل، خصوصا مع الأقارب من الدرجة الأولى بداعي الشك أو الغيرة مثلا. نتحدث اليوم عن البارانويا وطريقة التعامل معها مع ضيفي الدكتور محمد شعبان استشاري الطب النفسي والإدمان. مرحبا دكتور محمد. مرحبا وشكرا للاستضافة. حياك الله دكتور. بداية، البارانويا هذا المصطلح الغربي الذي حفاظا على خصوصيته ومعناه الدقيق يمكن ترجمته للعربية قد لا يقودنا إلى الفهم الصحيح، فما الذي نقصده دكتور بالبارانويا؟ هي زي ما تفضلت، البارانويا عبارة عن مصطلح لاتيني يوناني البعض بحكي إنه، وتعني الخلل في نمط التفكير السليم. هذا هو المعنى. طبعا ترجمت إلى العربية إلى أكثر من مصطلح، منها الذهاني والزوراني والارتيابي. طبعا لما نيجي إحنا نتحدث عن كل هذه المصطلحات تعني شيء واحد وهو الشك والريبة يعني بالآخرين دون مبرر ودون مؤشرات ودون أسباب واقعية بالضبط. قلت إنه من ضمن المسميات هذا الاضطراب ذهاني، إذن يوجد فيه أعراض ذهانية يا دكتور؟ نعم طبعا إحنا هون لابد أن نفصل بين اضطراب الشخصية الزوراني والمرض كمرض عقلي يعني كاضطراب عقلي. ليه؟ لأنه هذه الحالة كاضطراب شخصية قد تتحول إلى اضطراب عقلي. هنا يصبح الاعتقاد إذا كان في هذه الشخصية ممكن أن يكون قابل لي يعني الشك والتراجع، إلا أنه إذا كان اضطراب شخصي إلا أنه عندما يتحول إلى اضطراب عقلي هنا تصبح هذه الأفكار والمعتقدات عبارة عن وهم مرضي لا يمكن دحضه مهما كانت الأدلة، فيؤمن فيه المريض إيمان قاطع. لذلك هو مسلمات لذلك هو يتصرف تباعا، وزي ما ذكرتي ممكن يعني راح نتحدث عن الاضطراب هذا شوية لاحقا لأنه بصراحة ضروري نتحدث عنه. في أعراض أخرى أيضا دكتور غير القلق والشك والخوف؟ طبعا يعني إحنا عندنا مجموعة من الأعراض اللي هي طبعا على رأسها اللي هو حالة الشك ب يعني إخلاص الآخرين بشكل رئيسي، وأنه مضطهد وأنه متابع وأنه مراقب، وأيضا هنالك تدخل من الآخرين بخصوصيته. إذا هذه الرقابة والمتابعة بتتخذ أشكال كثيرة، منها إلى المراقبة الحسية إلى الكاميرات وغيرها. أيضا هنالك صعوبة بالتعامل مع يعني الناس. هذول الأشخاص على فكرة تجد أنه أصدقائهم قليلين جدا لأنه التعامل معهم صعب وغير مريح. يعني هم لا يهبون الثقة لأي من كان، حتى عندما يهبون الثقة يهبونها بمعايير محددة وفق اعتباراتهم. أي نعم. ويبقون أيضا في حالة تأهب. بالضبط. يعني حتى مثلا نفرض انه واحد يعني متعود انه يروح صديقه على مثلا كافي او كافيتيريا، وفي ظروف معينه انه صديقه نزل او سبقه للكافيتيريا، هنا تبدا يعني التفسيرات المرضيه عند هذا الشخص انه يبدو انه هذا تركني لاسباب، ممكن انه اتفق مثلا مع غيري على انه يسيء لي او انه يلاحقني او يتابعني او يراقبني. اذا هذا حدث بسيط ويحدث في الحياه اليوميه العاديه، الا انه ليس بسيط بالنسبه لصاحب هذه الشخصيه. طبعا ايضا هنالك في حاله الاضطراب بعض الأعراض الذهانية الأخرى، وهي إحنا بنعرف إنه في عنا يعني مثلاً سماع مثلاً أصوات في الحقيقة هلاوس. ما في الهلاوس هنا بتكون تتوافق مع الفكر المرضي عند الشخص، وهي تؤكد مثلاً هذا يعني أنا أتفكر تجاهك
فإذا كنت مصابة بهذا الاضطراب ستكون فالصوت يعني وكأنه يؤكد فعليا يعني هذا الفكر اللي هو أو الوهم المرضي اللي موجود عنده، على عكس حالات مثلا اللي هي المعروفة كالفصام العقلي. بالفصام العقلي في الغالب عندنا عدم توافق بين الفكر وبين ما يحصل من يعني هلاوة سمعية أو بصرية أو غيرها. إذن دكتور، ما يعني كلامك بأنه هذا الاضطراب لا يخفي نفسه إنما يكون ظاهراً للأشخاص اللي من حولك؟ صحيح. فأنت هنا لن تكون شديد الحرص، إنما ستكون شخص مضطرب بنظرهم. أي نعم. لأن الموضوع سيزيد ويتفاقم. أي نعم. إحنا ذكرنا إنه هذه الشخصية الهشة نسميها، طبعاً لما نقول هشة هي قابلة لي يعني الاضطراب أكثر. في حالة المرض اللي هو عبارة عن الاضطراب الذهاني الزوراني، زي ما ذكرنا إنه الوهم المرضي هنا يصبح بالنسبة للمريض عبارة عن حقيقة. طبعا عندنا هون مجموعة من يعني الأفرع والمجالات التي تدخل ضمن هذا الاضطراب، منها مثلا اللي هو وهم ما يطلق عليه وهم العظمة، أيضا وهم الاضطهاد، الغيرة المرضية، وعندنا برضو إشي كمان يعني عكس هاي أو بجوز فيه شيء من يعني يعني الجمال وهو داء العشق عند البعض يعني، بالإضافة إلى الأوهام اللي هي الجسدية، وكلها طبعا هاي عبارة عن يعني علامات مرضية تدخل ضمن الاضطهاد أو الاضطراب الزوراني الكبير. ممكن يجتمعوا سوا دكتور؟ ممكن يكون في أعراض مشتركة بينها كلها، ولكن في أعراض تميز حالة عن أخرى. نعم، ندرجها. طيب هلأ مثلا خلينا نبدأ بالاضطهاد، هذا الشكل اللي قلنا إنه إحنا هذا المريض بيعتقد إنه هو مضطهد ملاحق متابع، وإنه الناس يعني بيكرهوه بيكيدوله بدهم يسيئوله، هذا الجانب. الاضطهاد دكتور يكون مقترن بضعف تقدير الذات؟ هو هذا الشخص معتد بذاته أصلا، معتد ظاهريا وهش داخليا دكتور. لا، هو معتد حتى على الرغم من عدم وجود مؤهلات وإمكانيات لديه، زي ما حكينا عندنا أحد الاضطرابات اللي بتدخل اللي هو اضطراب يعني شوفت الحال أو اضطراب العظمة اللي موجود عندهم. إذا هذا شكل. الشكل الآخر اللي هو اضطراب اللي هو الغيرة المرضية. الغيرة المرضية هاي طبعا احنا بنعرف انه الغيرة وخاصة عند الرجل الشرقي يعني شيء معروف ومألوف ومستحب ومستحب. نعم. وجزء من يعني ثقافتنا وجزء من ديننا وكل هاي الامور، الا انه في له حدود. اذا تعدى هذه الحدود بطبعا التشكيك بالشريك، طبعا ممكن يكون الشريك الزوج او الزوجة، ومتابعته وملاحقته ومراقبته والتضييق عليه، وأيضا أخطر من هيك هو التهديد. التهديد سواء كان اللفظي أو الجسدي، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإيذاء الفعلي أو إلى القتل. هي نفسها دكتور الغيرة المرضية القاتلة التي نسمع عنها على الدوام والتي يحذر منها كثير. يعني إحنا بنتحدث عن حالة مرضية. نعم. اللي هي قد تكون نهاية القتل. طيب في حالة البارانويا عندما نسعى إلى إخضاع الشريك لكل ما نريده والتضييق عليه وينصاع. نعم. لطلباتنا وأوامرنا بمعنى آخر، هل هنا المصاب بالبارانويا يقتنع بأن هذا الشخص لن يتسبب بأي حادثة تثير مخاوفي أو حتى يخوني؟ هو قد يقلل، لأنه إحنا مثلا لو بدنا نتحدث عن كيف بدنا نتعامل وكيف بدنا نعالج، أحد طبعا الوسائل العلاجية اللي هو الابتعاد عن كل ما يثير هذه الأوهام المرضية عند الشخص المصاب. نعم. يعني على سبيل المثال بجوز مثلا جلسة في الخارج على البرندة أو على التراس أو قد تثير مثلا الغيرة عنده، أو مثلا جلسة مع يعني بجوز أحد أشقائه على سبيل المثال. إذا في عندنا مجموعة من العوامل اللي هي قد تثير ولكنها لا تنهي الحالة، هذه الحالة موجودة وقناعاته موجودة حتى وإن يعني استبعدنا كل المثيرات. عادة دكتور الاضطرابات الشخصية
حدة الاستبصار لدى المريض بأنه أنا بحاجة إلى العلاج وبحاجة إلى طلب الرعاية النفسية تكون أو أشبه ما تكون معدومة. نعم. فهو يقول أنا في أفضل حال وأنا حتى أفضل منكم. صحيح. هذا الأمر ينطبق أيضا على البارانويا دكتور؟ طبعا ينطبق على اضطرابات الشخصية وأكثر على اضطراب اللي هو الذهاني اللي هو العنوان الرئيسي لهذه الحالات. هون في صعوبة بالغة بإقناعهم أنه أنتم عندكم مشكلة ولا بد من العلاج من هذه المشكلة، وبصعوبة بالغة. وبعض الحالات للأسف يعني نضطر أنه للتدخل ولإدخال هذه الحالات القسري للمستشفيات. نعم. طبعا رغما عن المريض. في أي مرحلة تصلون إلى قرار الإدخال؟ لما يكون في عنا يعني تهديد للحياة سواء للشريك أو لنفس الشخص، هون لابد من هذا تعتبر حالة طارئة في الطب النفسي ولابد من إدخاله إلى أي مركز متخصص لعلاجه. ألا تلاحظ دكتور إذا قارنا ما بين الأعراض أن هنالك تداخل بين ما ذكرته وفي الغيرة المرضية وبين ما يحدث أيضا عند المضطربين أو المصابين بشخصية الحدية؟ احنا ذكرنا انه هنالك سمات واعراض مشتركه تربط بين مختلف اضطرابات الشخصيه، الا انه في عندنا اعراض رئيسيه تمثل او تكثر او تبرز في حاله معينه، لذلك يتم تصنيفها انه هذه عباره عن اضطراب مثلا يعني العظمه او اضطراب اللي له علاقه بالغيره المرضيه. وبعدين في نقطه برضه يعني حاب اذكرها اللي هو الاضطراب الجسدي. الاضطراب الجسدي طبعا الشخص ممكن يكون في عنده خلل بسيط الا انه غير ملحوظ او غير مرئي وملاحظ بالنسبه للاخرين، مثلا بعتقد انه الانف عنده كبير او بتعتقد وطبعا هذول يصلوا لقناعه انه او في دوده في جسمه يعني هذا أمر آخر. بينما هون طبعا ليش بدي أذكر هذا الجانب، لأنه هلا الستات بجوز يزعلوا علينا، هذا يصل أو يرقى إلى درجة المرض وقد يلجأ لعمليات تجميل غير مبررة. نعم. لاعتقادهم أنه في تشوه صارخ، وأنا يعني بأكد غالبا أنه بجوز أطباء التجميل بيحكوا ما في مبرر يعني. هذا يختلف عن اضطراب تشوه صورة الجسد؟ هو هذا جزء منه. جزء. هذا اضطراب يعني لدرجة أنه ممكن يصيبه خوف من النظر في المرأة. طبعا. نعم. بيظل يتفقد نفسه، بيظل يبحث برضو عن يعني انشغاله يعني بهذا الجانب بيأثر سلبا على كل حياته. أنا بعرف مثلا طالب جامعة كان عنده اعتقاد مشابه أنه عنده تشوه يعني بأنفه ملحوظ، يعني أثرت عليه سلبا وترك دراسته. وفعليا كان عنده تشوه في أنفه؟ هو يعني بحكي لك ما كان ظاهريا موجود أبدا. نعم. إحنا عشان نكون صادقين ممكن يكون في إشي بسيط مثلا، هلا كثير يعني بتلاقي والله أنفه مثلا حجمه كبير بس مش يعني ما في عيب مش معاب، لا يستدعي هذا الكم من الخوف، لا يصل ولا لهذا التبرير من أنه هو لا لازم يعمل أو يلجأ لإصلاح هذا الخلل. دكتور تحدثت عن الاضطهاد وتحدثت عن الغيرة المرضية وعرجنا قليلا على وهم العظمة، كيف يكون شكل الشعور بالعظمة في البارانويا؟ طبعا الشخص اللي عنده شعور بالعظمة أو اعتقاد وهمي أنه هو عنده إمكانيات وأنه ممكن مثلا البعض بيروح على فكرة على بعض المؤسسات المختصة وبيقدم لهم يعني مشروع مثلا خلينا نقول لتحلية المياه، طبعا هذا المشروع ما لهش علاقة بإمكانات ضعيفة ما فيش إمكانيات أصلا، لكن هو عنده هالاعتقاد أنه لا هو مبدع وهو ممكن أنه يقدم شيء للبشرية، ولكن يعني ما حد عم بيأخذ مثلا بهالأفكار اللي عنده. إذن لا أساس، وإذا في مثلا بعض الامتيازات عند هذا الشخص فهي مبالغ فيها إلى درجة مرضية. هو يبالغ فيها. هو يبالغ فيها طبعا. هو مقتنع من داخله. ملحوظة، ملحوظة للآخرين إنه. نعم. يعني ما في شيء من اللي بيحكيه يعني. يمكن أن يصل دكتور إلى مرحلة يؤله فيها نفسه أو يقول أنا. في بعض الحالات المرضية والاضطرابات العقلية نعم
كاعتقادات انه هو مثلا مكلف لنشر دعوة معينة او لدعوة الأمة مثلا او قيادتها او اذا هذه اضطرابات مرضية هنا موجودة. تكون دكتور نقول في الحالات الشديدة عندما يدعي انه مؤله او انه المهدي المنتظر او انه النبي جاء لدعوة الناس، هذه الحالات قد تشترك دكتور مع حالات الفصام او حالات هذه في الغالب هي جزء من يعني او نوع من انواع الفصام العقلي اللي هو بصير فيها هالاعتقادات والتصرف طبعا تباعا بناء على هالاعتقاد، تجد انه شخص صار يطلع بالشارع او يقف في المساجد عفوا ويدعو انه هو له مكانه وله منزله معينه يعني عند مثلا الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الامور. اذا هذا جزء من حاله في حال الاضطراب أن العقلي عرضته ممكن فعلا يتسبب بجريمه قتل ضدك او يؤذيك. هو احنا شوفي ننصح يعني الناس اللي بيتعاملوا مع المرضى بعدم مواجهتهم واستفزازهم ولا موافقتهم، يعني انت بتسمع منه فقط، اما انت لا توافقه على آرائه ولا تهاجمه لانه هذا قد يؤدي الى يعني استفزازه وبالتالي طب اذا ما قد يعرضك للأذى وما هاجمته تلتزم الصمت والسماع له فقط؟ شوف بنحاول جاهدين بمختلف هذه الحالات اللي زي ما ذكرتي ما عندهم استبصار بحالته المرضية الإقناع بالحسنة وبالحكمة والتأني لعلاجهم، وإذا شفنا أنه في أعراض فيها خطورة زي ما ذكرنا على يعني بتهدد حياة الشخص أو اللي حوله لابد من العلاج القسري أو الإدخال لمركز لمعالجة هذه الحالات. كيف يكون العلاج الدوائي لمريض البارانويا؟ طبعا احنا عندنا مجموعه كبيره من الادويه يطلق عليها مضادات الذهان. هذه المجموعه يتم اختيار الدواء المناسب طبعا حسب الاعراض وشدتها عند كل مريض، وهي ادويه فعاله بحاجه الى وقت من يعني أسبوع إلى ستة أسابيع أو أكثر في بعض الحالات حتى تستجيب. إذا لابد من التأني والصبر حتى عند الأهل لملاحظة التحسن طبعا بعد استخدام هذه الأدوية. إذا عندنا مجموعة كبيرة من مضادات الذهان، وأيضا لابد من التدخل العلاج النفسي بمختلف أشكاله تزامنا مع الدواء طبعا. هل يمكن الشفاء نهائيا من البارانويا؟ إذا احنا قلنا انه ممكن الشفاء فالجواب ممكن الشفاء في بعض الحالات، انه اغلب هذه الحالات عفوا بحاجة لعلاج لفترة زمنية طويلة لا يمكن تحديدها. اسمح لي دكتور دهمنا الوقت، ولكن اود منك ان تذكر لي حالة مرت عليك لمريض بارانويا او مريضة بارانويا وكانت الأشد غرابة بين الحالات التي شاهدتها. والله طبعا هي الحالات كثيرة، بس أذكر أنه إحدى الحالات اللي تحولت من المحكمة لكتابة تقرير طبي فيها هو عبارة عن شخص كان موظف في وظيفة عامة ومتزوج طبعا وعنده أولاد، وطبعا بدأت الأفكار بالغيرة المرضية تهاجمه وتبعها سلوكيات كثيرة منها التضييق والمراقبة والمتابعة والتهديد، وبعدين شافت أنه الزوجة أنه الأمر أصبح خطير فتركت البيت واستقلت في حياتها، إلا أنه هذا الشخص بقي يتابعها إلى أنه يوم من الأيام وهي طبعا متوجهة لأعمالها طعنها عدة طعنات في الشارع وتوفيت بكل أسف. للأسف دكتور هذا المآل الذي نرجو أن لا يصل إليه أحد، لذلك دائما ما نشدد على ضرورة العلاج وطلبه مبكرا. كل شكر لحضورك معنا الدكتور محمد شعبان استشاري الطب النفسي والإدمان. شكرا كثيرا لك.